مرحبا، أنا كريستال. مرحبا، أنا عبد الرحمن. نحن اليوم في تبليسي، عاصمة جورجيا وأكبر مدنها. هذه المدينة مدهشة كوجهة سياحية، وتزداد شعبيتها كل عام بفضل مناظرها الطبيعية وإيقاعها المليء بالحيوية. في تبليسي سنعرفكم على أبرز الأماكن التي بإمكانكم زيارتها. سنبدأ رحلتنا من ميدان في مدينة تبليسي القديمة. صباح الخير. صباح النور. شو النشاط هذا؟ صاحي بدري. نهاري حافل اليوم. ايش عندك؟ اول شيء بدي ازور ميدان تبليسي، بعدين بدي اتعلم صناعه النسيج، واكيد بدي ارجع اروح على شي متحف. عظيم، انا كمان يومي اليوم كثير حيكون مميز، حروح على السوق. طيب ليه ما بتجي معي هلا الصبح على الميدان؟ ضروري تزور الميدان. طب ازور الميدان، معالم ثقافيه من الصباح. صباح بده نشاط، تجربه جديده. بس مين قال لك انه المعالم الثقافيه ما فيها نشاط وما بتحمس؟ ليه هالفكرة؟ طيب خليني أفكر، أنا أكل وبعدين نقرر. تحتين. أقنعت زميلي عبد الرحمن أن يتجول معي في ميدان تبليسي، رغم أنه يفضل المغامرات واكتشاف الأماكن الشعبية، ولكن من بإمكانه أن يزور تبليسي من دون اكتشاف ميدانها بكل ما فيه من تنوع وغنى للمعالم التاريخية؟ ميدان هي ساحة ملتقى للأديان السماوية الثلاثة. هنا ستجد معبد ميثيخي ومسجداً مزيناً بالفسيفساء الزرقاء. كما أن المكان هنا قريب من كاترائية القديس جورج الأرمنية، حيث يقع قبر الشاعر الشهير سيات نوفا. في ميدان أيضاً ستتعرف إلى الحمامات الكبريتية، وهي عبارة عن عيون ساخنة تشكلت بصورة طبيعية. تستخدم هذه الحمامات كمقصد سياحي للاسترخاء والعلاج في الوقت نفسه، وهي نشطة منذ ما يقارب 700 عام. واضح أن عبد الرحمن استمتع كثيراً بهذه الزيارة، فالأماكن التاريخية تمتلك الكثير من التشويق والقصص المثيرة، ونحن علينا فقط اكتشافها. عبد الرحمن، هلا هلا. ما قلت لي حبيت الميدان؟ الميدان حلو. حلو. هيدي لحظة لازم تتوسع، بدي ارجع اسألك، حبيت الميدان؟ حبيته، كان حلو صراحة. طيب شو رأيك مثل هيك تكفي معي على صناعة النسيج؟ لا لا ما بقدر، لأنه لازم أزور السوق الشعبي، لازم أزوره. بس ممكن أقابلك في المتحف. عن جد؟ تجي معي على المتحف؟ مو المتحف عشان المتحف، لا، في الرقصة الجورجي، حنحضر رقصة مع بعض. صح، نسيت. ما رأيكم أن نستفيد اليوم من زيارتنا إلى تبليسي لنتعلم صناعة النسيج؟ صناعة النسيج في تبليسي حرفة شعبية تقليدية تجذب اهتمام السياح.
هذا المعمل تقوم السيدة إيرينا بصناعة نسيج اسمه نانو فلتينغ، وهو مزيج من الصوف الناعم والحرير. تشتهر المدينة هنا بصناعة النسيج باستخدام اللباد، وهي إحدى أقدم الطرق المستخدمة في صناعة النسيج ومعالجته. منذ العصور القديمة احتل النسيج المصنوع من اللباد مكانة كبيرة في تاريخ التطور الثقافي والفني والاقتصادي في جورجيا. قد يأخذ الأمر فترة طويلة لتصبح محترفاً في صناعة النسيج، لكن لا بأس بالتجربة، فعندما ستعود ستقول إنك تركت هنا بصمة، ومن يدري فقد تنجح في اكتشاف موهبة لم تكن تدري أنك تمتلكها. تركت كريستال مع نسيجها وقررت أن أذهب إلى أشهر سوق شعبي في مدينة تبليسي. هذا المكان على بساطته هو مكاني المفضل، فوحدها زيارة الأماكن الشعبية في المدن التي أزورها تعطيني صورة حقيقية عن مزاج الناس فيها. هو سوق مفتوح وسط مدينة تبليسي، تجدون فيه أموراً لا تخطر على البال. هذا السوق له قصة تروي حقبة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث عمد الكثير من الناس إلى بيع مقتنياتهم لتغطية نفقاتهم، فأصبحت السوق إرثاً إلى يومنا هذا. هنا تجد كنوزاً مخفية وسلعاً باعها أصحابها وهم لا يدركون قيمتها الحقيقية. بانتظار أن يصل عبد الرحمن، سأقوم معكم بجولة في المتحف الإثنوغرافي، بعدها سنشاهد كلنا الرقصة التقليدية الجورجية. متحف الإثنوغرافيا في تبليسي هو من أجمل الأماكن التي ننصحك بزيارتها عندما تسافر إلى جورجيا. هذا المتحف يمتد على 52 هكتاراً من التضاريس الجبلية، ويضم أكثر من 70 منزلاً تمثل 14 منطقة إثنوغرافية، أي أنها مناطق مختلفة الأعراق والجنسيات. يعرض المتحف في ساحاته أمثلة على العمارة الشعبية والحرف اليدوية التي انتشرت في المنطقة في فترة العصور الوسطى. هنا ستندمج مع جو المنزل التقليدي وتنغمس في أساطير وقصص جورجيا. اليوم سنتعرف أنا وكريستال وأنتم إلى الرقص الجورجي. هو رقص تقليدي يعود إلى العصور الوسطى، وحركاته مأخوذة من الحركات العسكرية والألعاب والرقصات التي كانت تستخدم في الحفلات في تلك الحقبة.
كريستال بصراحة كان يوم ممتع، الرقص والسوق والنسيج والميدان. بس أهم حاجة ما تنسي أني رحت معك على الميدان. خلاص الموضوع موثق. لكن بالمقابل لازم تطلعي معي بكرة في مغامرة، نروح مشوار بالسيارة وحوثق أنه عجبك. هلا بخصوص الرحلة والسيارة أوكي، بس بخصوص أنه عجبني بكرة 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 بقلك بكرة حنشوف وحتوثق. أنا بشك بس بكرة منشوف. جاهزة لمغامرة اليوم؟ أنا دايماً جاهزة بس بعد في وقت. في وقت، عشان كذا أنا قررت أن أنا أطلع أشوف تبليسي من أعلى، حجرب أطول حبل انزلاق في أوروبا. تعالي معي. إيه أكيد صح. طيب تعال. أنا راح أشوف تبليسي من فوق بس أكيد بغير طريقة، طريقتي الخاصة. طيب خلاص شوفيها بطريقتك الخاصة وخلينا بعد ساعتين نتقابل عشان نبدأ مغامرتنا. تمام. أبدأ نهاري الثاني في تبليسي بزيارة لأشهر معالمها. أتابع البحث عن كنوز تبليسي التاريخية بينما عبد الرحمن يبحث عن مغامرة جديدة. تمثال أم الجورجيين هو نصب التذكاري والرمز الأساسي لجورجيا، يطل على كامل تبليسي وتلاحظه من أي نقطة في المدينة. هو عبارة عن تمثال من الألومنيوم لسيدة ترتدي اللباس الجورجي التقليدي وتحمل في يدها اليسرى كأساً من النبيذ، ويقصد به استقبال الضيوف المسالمين واستضافتهم، أما اليد اليمنى فتحمل سيفاً لضرب الأعداء. ولهذا فالتمثال يعكس نوع الاستقبال الذي سيتلقاه الزائر حسب نيته. أبدأ نهاري الثاني بتبليسي بكوب من الشاي وتجربة مشوقة سأخوضها بعد قليل. بعد أن شاهدنا تبليسي بمنحدراتها وأزقتها وشوارعها، دعونا نشاهدها من الأعلى. المناظر الطبيعية والمباني من الأعلى جميلة جدا. انتظروا، لم تبدأ المغامرة بعد. الآن سنقوم بمغامرة مثيرة لمشاهدة طبيعة المدينة من الأعلى عن طريق حبل الانزلاق. الانزلاق عبر الحبال مغامرة ممتعة تحتاج إلى قلب قوي، فإذا كنتم من أصحاب القلوب القوية لا تفوتوا مغامرة كهذه. يقال إن هذا أطول خط انزلاق في أوروبا. الآن في قلعة ناريخالا التي يطلق عليها سكان البلدة أنها روح المدينة وقلبها. هي قلعة قديمة تطل على تبليسي عاصمة جورجيا ونهر كورا، وتقع على تلة شديدة الانحدار بين حمامات الكبريت والحدائق النباتية. يوفر سور القلعة إطلالة مذهلة على مدينة تبليسي والنهر، وهنا يمكنكم التقاط أجمل الصور التذكارية. للعرب هنا بصمة،
إذ تم بناء القلعة في القرن الرابع الميلادي وتمت توسعتها في القرنين السابع والثامن على يد العرب الأمويين، لذا القلعة في حالتها الحديثة هي مثال حي على التحصين العربي. ما نراه اليوم هو ما تبقى من زلزال ضرب القلعة عام 1827. تدمر الجزء الكبير منها، لكن الأبراج الحجرية الباقية على قيد الحياة من نار خالة لا تزال شاهدة على تاريخ المدينة القديم. كان علينا الاستيقاظ باكراً والتوجه إلى قرية ميريسي التي تبعد حوالي 3 ساعات عن باتومي. رحلة طويلة ولكن مليئة بالمناظر الخلابة التي تنسيك الطريق. الوصول إلى القرية بحد ذاته مغامرة، فالطريق تضيق فجأة وتشعر أنها بالكاد تتسع لسيارتك. ما يزيد من صعوبة الأمر تعرجات الطريق، فأنا شخصياً أغمضت عيني طوال الرحلة. وأخيراً وصلنا إلى القرية. نحن الآن في ميريسي، القرية الصغيرة التي تبعد عن مطار باتومي 34 كيلومتراً. تقع ميريسي في أحضان طبيعة خلابة بين الجبال والوديان، تحيط بك الأشجار والروائح العطرة أينما تجولت في القرية. أخيراً وصلنا. أي والله المسافة بعيدة، بس مناظر بتخليك تنسى طول المسافة. أكيد. شو رح تعمل هلأ؟ اليوم أفكر أروح أتعرف على آلة موسيقية جورجية شعبية اسمها التشيبو. أنا بهالوقت رح أحضر خشبوري اللي هي الأكلة التقليدية بهالبلد. عزمتك على الغداء اليوم. يا خلاص أنا جاي. يلا نحرح. أترك كريستال في مطبخها لأذهب معكم في جولة فنية لنتعرف على آلة تشيبوني. عادة يعزف الرجال على الشيبوني ألحانا راقصة. القرن الذي ترونه في الآلة مصنوع من قرون المائز القوقازي أو قرن الثور، ويتم حفظ آلة الشيبوني في مكان بارد للحفاظ عليها. بجرب اليوم أعزف على آلة تشيبوني، علمني الأساسيات وحنجربها. صراحة شوية صعبة لأني تحتاج تنفس، فبجربها. مش حتطلع. أوه كثير صعبة.
تمام الآن تمام. يا سلام، آلة تشيبوني هي آلة نفخ جورجية تشبه إلى حد ما المزمار المعروف في بعض الدول العربية. بمطبخها التقليدي الشهي، وإن كنت من هواة الطبخ فهناك الكثير من السكان المحليين جاهزون لتعليمك فن الطبخ الجورجي. Not good? Good. We have something similar in Lebanon. It's called manouche. Khashapuri manouche. يقدم الخشبوري في عدة أشكال، منها شكل القارب، ويكون مليئاً بالجبن والبيض والزبدة، ويفضله الجورجيون على اللحم لأنه يمدهم بالطاقة لمدة طويلة. مهضومين أهل الضيعة. مش قلت لك حتحبي المغامرة؟ يلا لازم تعترفي للجمهور إنك حبيتي زيارة القرية. تبليسي كلها حلوة، من معالمها الثقافية للأكل للضياع. إيش هذا، تقييم ولا اعتراف؟ هذا تقييم شامل عن تبليسي. أقول لك اعترفي. اعتراف ما في. دائما ما يحبوا يعترفوا. مزيج من الثقافة الأوروبية والأسيوية بحكم موقعها الجغرافي. أكثر من سبب قد يدفعك لاختيار تبليسي وجهة لسياحتك. بعد جولة حافلة نترك هذا البلد الجميل بذكريات سنتحدث عنها طويلاً. إلى اللقاء في محطات سياحية جديدة.